بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشكر الله سبحانه وتعالى على عظيم فضله الذي يسر لنا هذا اللقاء مع إخواننا من أهل هذه المنطقة الكريمة الأصيلة التي بنت عقيدتها على كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوهم بإحسان. فعندهم خير كثير ولله الحمد، وعندهم العلماء والفقهاء، ولكن من باب التعاون على البر والتقوى ندلي بهذه الكلمات، وإن كانت لا تضيف جديدا إلى ما عندهم أو هي أقل مما عندهم، ولكنه من باب التعاون ومن باب التشجيع على الخير. فنقول بتوفيق الله إن الفقه في الدين هو المصدر والأساس الذي ينبني عليه العمل، الذي ينبني عليه العمل الصالح، لأن العمل الصالح الذي قال الله جل وعلا به فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح ينبني على هذين الشرطين: الإخلاص لله عز وجل، وهذا يعني السلامة من الشرك، وهو معنى لا إله إلا الله. والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى شهادة أن محمدا رسول الله. وهذا يعني السلامة من البدع والمحدثات والخرافات التي يعمل بها بعض الناس، وهي ليست مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا معنى قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله جل وعلا: أسلم وجهه لله، هذا معناه الإخلاص لله عز وجل، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية فيها هذان الشرطان لصحة العمل وقبوله وصلاحه: الإخلاص لله عز وجل فيه،
والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء به، ولا يتحقق هذان الشرطان إلا بالتفقه في دين الله عز وجل. والفقه معناه الفهم، الفقه في اللغة معناه الفهم، فهم ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الفقه. وليس الفقه كثرة الحفظ، حفظ النصوص من غير فهم بمعناها، هذا يسمى بالحفظ. أما فهمها يسمى بالفقه، وهذا هو المقصود. الفقه فيها معرفة معانيها وما تدل عليه، ثم أيضا لا يتوقف الإنسان عند الفقه ومعرفة معاني الآيات والأحاديث، هذا وسيلة إلى العمل الصالح. الغاية هو العمل الصالح، العمل بهذا الفقه، هذا هو المقصود، أن يفقه وأن يعمل. والله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالعلم النافع والعمل الصالح، فعلم بدون عمل لا ينفع صاحبه، بل يكون حجة عليه يوم القيامة. ويقول العالم الذي لا يعمل بعلمه أشد من الذي لا يعلم، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. العلم يدعو إلى العمل، وكذلك العمل بدون علم لا ينفع بل هو ضلال. فلا بد إذن من الجمع بين العلم النافع والعمل الصالح، ولذلك جمع الله بينهما في هذه الآية. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقسم الناس سبحانه نحو العلم والعمل إلى ثلاثة أقسام، وذلك في آخر سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من صلواتنا فريضة أو نافلة: اهدنا الصراط المستقيم. تطلب من الله عز وجل أن يدلك على الطريق الحق، وأن يثبتك عليه. الصراط هو الطريق، والمستقيم هو المعتدل. الصراط المستقيم الذي عليه الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، هم الذين أنعم الله عليهم، وهم المذكورون في قوله تعالى:
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم المنعم عليهم، النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. فمن وفقه الله للعلم النافع والعمل الصالح صار مع هؤلاء، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، رفيقا لك في الطريق. وإذا كان هؤلاء معك فإنك لا تستوحش في طريق، لأنك مع هؤلاء الصفوة من عباد الله عز وجل، فلا تستوحش ولا يكون عندك خوف من أحد غير الله سبحانه وتعالى، ولن يضرك أحد بإذن الله، كأن هؤلاء هم رفيقك في هذا الطريق المستقيم. هذا القسم الأول الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وهم الذين أنعم الله عليهم. القسم الثاني الذين أخذوا العلم وتركوا العمل، أخذوا العلم وتركوا العمل، كاليهود وكل من اتبعهم فأخذ العلم وترك العمل من علماء الضلال. هؤلاء مغضوب عليهم غير المغضوب عليهم. غضب الله عليهم لأنهم أخذوا العلم وتركوا العمل، أخذوا الوسيلة وتركوا الغاية، ولم يستفيدوا من علمهم، فغضب الله عليهم، لأن من يعلم ليس كمن لا يعلم. ولهذا جاء أن العالم الذي لا يعمل بعلمه يكون من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، فيقول يا ربي كيف نعذب قبل عبدة الأوثان؟ فيقول الله سبحانه ليس من يعلم كمن لا يعلم. الصنف الثالث وهم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم، أخذوا العمل وعندهم عمل كثير واجتهاد ولكنهم لا يتعلمون ولا يتفقهون في دين الله عز وجل، فهم يعبدون الله على جهل وضلال. وفي مقدمة هؤلاء النصارى، فإنهم يعبدون الله على جهل وضلال بالرهبانية والبدع والخرافات، وسلك سبيلهم كل مبتدع وكل مخرف من هذه الأمة الذين يزهدون في تعلم العلم النافع، ويقولون لا تشتغلوا بطلب العلم لأنه يشغلكم عن العمل، والمقصود هو العمل، فعليكم بالعمل، واتركوا طلب العلم لأنه يعوضكم عن العمل. هذا من تسويل الشيطان لهم، فإنه لا عمل صحيح ومقبول عند الله إلا بالعلم.
وهو الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم بالأمرين: العلم النافع، الهدى، ودين الحق. وهذه طريقة غالة ليست خاصة بالنصارى، بل هي عامة لكل من أخل بالعمل وترك العلم. ولهذا يقول بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. فإذا كان الأمر كذلك عرفنا قيمة التفقه في العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فجعل صلى الله عليه وسلم التفقه في الدين علامة على الخير، على إرادة الله الخير لهذا العبد. ومفهومه أن من لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، فدل على أن الجهل والزهد بتعلم العلم والتفقه في الدين علامة شر. ومن هنا عرفنا قيمة التفقه في الدين. والله جل وعلا يقول: وما كان المؤمنون لينذروا كافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالله سبحانه وتعالى جعل التفقه في الدين قبل الإنذار للناس والدعوة للناس. لا بد أن يتفقه الإنسان أولا ويعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال والحرام والحلال، ثم بعد ذلك يدعو الناس ويحذر وينذر الناس ويبدأ بالأقرب فالأقرب إليه: ينذر قومه وأنذر عشيرتك الأقربين. ويبدأ الإنسان بنفسه ثم بأقرب الناس إليه ثم بإخوانه من المسلمين، وينتشر خيره على الناس. لكن هذا بعد التفقه في دين الله عز وجل. والفقه في الدين على قسمين: القسم الأول الفقه بمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا يسمى بالفقه الأكبر، وهو فقه العقيدة، فيعرف ويتعلم العقيدة الصحيحة ويعرف العقيدة الباطلة حتى يكون على بصيرة في عقيدته، يتفقه في العقيدة بمعنى أن يعرف العقيدة الصحيحة، العقيدة التي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة وسار عليها سلف الأمة وأئمة الدين، ويعرف العقيدة الباطلة من أجل أن يتجنبها ويحذر منها. فلا يقتصر على معرفة العقيدة الصحيحة دون أن يعرف العقيدة الباطلة، لأنه إذا لم يعرف الباطل فحري أن يقع فيه.
ومن لا. ولهذا يقول الشاعر: تعلمت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. هذا هو القسم الأول من التفقه في الدين، فقه العقيدة ودراسة العقيدة دراسة صحيحة وتلقيها عن العلماء الراسخين الذين تلقوها متقدم، ويتوارثها المؤمنون، لأنها نعمة للعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فهذا هو أهم الفقه وأعظم الفقه، ولهذا يسمونه بالفقه الأكبر. وهذا القسم من الفقه تضمنته كتب العقائد وكتب التوحيد، أفرده العلماء رحمهم الله بالتأليف والتوضيح والبيان حتى أصبح واضحا كالشمس، وجلوا عنه كل شبهة وكل ريبة وكل بدعة وكل خرافة، جلوا العقيدة مما يروج حولها مما ليس منها جماعة. والقسم الثاني قسم الفقه في العبادات والمعاملات إلى آخره، وهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول فقه العبادات، معرفة أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج وأحكام الجهاد في سبيل الله، هذه هي العبادات، وهي أركان الإسلام الخمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. أما الركن الأول وهو الشهادتان فهذا هو القسم الأول من أقسام الفقه الذي ذكرناه، وهو الفقه الأكبر. وما بعده من أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج هذا هو الفقه الذي يليه، وهو ينقسم، وهو فرض عين. هذا النوع فرض عين على كل مسلم، فيجب على كل مسلم ذكرا أو أنثى أن يتفقه في أمور العبادات حتى يؤديها على الوجه المشروع، لا سيما الفرائض أركان الإسلام الخمسة الأربعة الباقية: الصلاة والصيام والزكاة والصيام والحج. هذه لا يعذر أحد بجهلها، بل لا بد للمسلم أن يتعلمها، لأنه مطلوب منه أن يصلي، مطلوب منه أن يزكي، مطلوب منه أن يصوم رمضان، مطلوب منه أن يحج بيت الله الحرام مع الاستطاعة. وكيف يؤدي هذه العبادات وهو لا يعرف فقهها وأحكامها؟ هذا تعلمه فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لأنه لا يستقيم دين العبد إلا به. القسم الثاني فقه المعاملات وفقه الوصايا والأوقاف والمواريث
والأنكحة والجنايات والحدود، وهذا لا بد منه، لكن تعلمه فرض كفاية، لأنه لا يتسنى لكل الناس أن يقوموا بهذا، لكن إذا قام به من يكفي من المسلمين بقي في حقهم سنة من آكد السنن، وإذا تركه الكل وأهملوه أهموه كلهم. هذه أقسام الفقه عرفناها، ولكن الفقه بجميع أقسامه لا يؤخذ من الكتب أو يؤخذ من العوائد وما عليه الناس، لا يؤخذ الفقه إلا عن الفقهاء، عن العلماء يتلقى الفقه، عن الفقهاء وعن العلماء، وذلك بالدراسة والجلوس بين يدي العلماء للتعلم، سواء في المدارس والمعاهد والكليات أو في حلق الذكر في المساجد أو غيرها، أن وجدت مثل المتعلم أمام المعلم ليتلقى منه الفقه في دينه وفي معاملاته وفي جميع أمور الدين، لا يأخذها عن الكتب فقط بدون معلم، لأن بعض الناس خصوصا في هذا الزمان وهي ظاهرة مع الأسف صاروا يتعلمون على الكتب وعلى الأشرطة. نعم الكتب مفيدة وفيها إعانة، وهي وسيلة وآلة وأداة لا بد منها، ولكن لا يكفي الاعتماد عليها بأن يشتري الإنسان جملة من الكتب ويكون عنده مكتبة ويجلس يقرأ فيها، ولا يجلس على العلماء ولا يتلقى عن العلماء. هذا خطر شديد في أنه قد يفهم فهما خاطئا، لا يفهم الكتاب الذي معه ولا يفهم النصوص من الآيات والأحاديث، لا يفهم معناها على الوجه الصحيح، بل يخيل إليه أنه فهمها وهو ليس كذلك، هو في وادي وهي في وادي، وهذا هو الخطر العظيم، وهذا ما يسمى بالتعالم. لا تكفي القراءة، كثرة القراءة بدون فقه، القراءة شيء والحفظ شيء والفقه شيء آخر. وقد جاء لأنه في آخر الزمان يكثر القراء ويقل الفقهاء، فإذا كثر القراء وقل الفقهاء فهذه علامة شر، لأن القراء الذين يعتمدون على القراءة ولو أكثروا من القراءة وأكثروا من الحفظ والاستيعاب، إذا لم يتفقهوا على أيدي أهل العلم وأهل الفقه، الفقه له قواعد، الفقه له أصول، الفقه له ضوابط لا بد من تلقيها عن أهل العلم. الفقه أيضا يؤخذ بالتدريج، لا يؤخذ دفعة واحدة، فتجد مثلا المبتدي يقرأ في المغني ولا في الإنصاف ولا في المجموع ولا غيره من الكتب الضخمة وهو مبتدي. لا، الفقه يبدأ شيئا فشيئا، يبدأ من المختصرات ثم المتوسطات من الكتب ثم المطولات، بشرط أن يقرأها على أهل العلم
ويعرف قواعدها وضوابطها وما بنيت عليه، ويعرف الفقه الموافق للدليل من الفقه الذي هو اجتهاد من صاحبه وقد يكون مخالفا للدليل. فما كل ما في كتب الفقه يكون صحيحا ويجوز أخذه، لا بد من عرضه على الدليل، ولا بد من تطبيقه على القواعد وعلى الأصول، وهذا لا يعرفه إلا أهل العلم وأهل البصيرة. فنحن نبتدي على أيدي أهل العلم ونتدرج على أيديهم شيئا فشيئا حتى نصل إلى الغاية المطلوبة والمحصول الفقهي الصحيح المبني على أساس صحيح. هذا هو التفقه في دين الله عز وجل، فلا بد من هذا، لا بد من أخذ الفقه عن الفقهاء، كما أنه لا بد من أخذ النحو عن النحاة، ولا بد من أخذ اللغة عن أهل اللغة أهل العربية، ولا بد من أخذ الطب عن الأطباء، لا بد في أخذ العلوم سواء كانت دينية أو لغوية أو كانت دنيوية، لا بد من أخذها عن علمائها. كل شيء يؤخذ عن المختصين به، فلا يمكن أن تقرأ أن تأخذ الفقه عن طبيب ليس له علاقة بالعلم الشرعي، كما أنه لا تأخذ الطب عن عالم بالفقه دون أن يكون له إلمام بالطب. كل شيء يؤخذ من مصدره ومن أهله. هذا هو التفقه في دين الله عز وجل. ولكن بعدما يتفقه الإنسان فلا بد أن يطبق ذلك بالعمل الصالح في نفسه، ولا يقتصر على نفسه، بل لا بد أن ينشر علمه على الناس ويفقه الناس، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ما قال ليتفقهوا في الدين فقط، بل قال ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالفقيه والعالم ينتشر خيره على غيره من الناس، ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم العالم بالبدر، وشبه العابد بالكوكب، فقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، كفضل القمر. القمر لا يقتصر ضوءه عليه، وإنما يمتد على الكون وينير للناس دروبهم ومسيرهم في الليل، يهتدي به الناس في ظلمات البر والبحر. كذلك العالم، العالم يهتدي به الناس فهو مثل القمر، وأما العابد فضوءه نفعه قاصر على نفسه، العابد نفعه قاصر على نفسه فهو مثل الكوكب ضوءه قاصر على نفسه. فهذا فيه فضل العلم على العبادة، على مجرد العبادة. ولهذا يقولون الاشتغال بالتفقه في الدين أفضل من الاشتغال بنوافل الصلاة والصيام، بل وحتى الجهاد لا بد أن يتفقه الإنسان لينفع نفسه وينفع غيره، وليكون عمله صحيحا
مطابقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما أردت التنبيه عليه في هذه الكلمات. وأظن أن الأسئلة كثيرة فأترك لها مجالا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح بعد العلم النافع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قال فضيلة الشيخ، الأسئلة كثيرة جدا، ولكن إن شاء الله أختار ما يتعلق بالموضوع حتى تشتمل جوانبه. الحمد لله أن الشيخ موجود عندنا على مدى 3 أيام، ويمكن اللقاء والسؤال والاستفسار، فإنها فرصة عظيمة. قبل عرض الأسئلة، هناك جرى تغيير في خطبة الجمعة، حيث أنها ستكون في جازان إن شاء الله في جامع الأمير صيدا، ولهذا جرى التنوير. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما هو أول واجب يجب على المسلم أن يتفقه فيه وأن يدعو إليه بعد أن يتفقه فيه؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول واجب على العبد عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأول واجب على العبد أن يعبد الله. ولذلك إذا بلغ سن التكليف وجبت عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الواجبات، وحرمت عليه المعاصي والسيئات من بلوغه سن التكليف إلى أن يتوفاه الله. فأول واجب على العبد عبادة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة ما يوصل إليه وما يدل عليه سبحانه وتعالى، بمعرفة أسمائه وصفاته وتوحيده وعبادته سبحانه. هذا هو أول واجب على المكلف. نعم. أقول فضيلة الشيخ جزاكم الله نعم، وعبادة الله هي أول ما يجب على العبد، وهي مقدمة على غيرها من الحقوق. ولهذا قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وفي السبيل وما ملكت أيمانكم. فذكر حقوقا 10 في هذه الآية، أولها حقه سبحانه وتعالى، ودل على أن عبادة الله هي أول ما يجب على العبد. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى آخر الآيات من سورة الإسراء. فبدأ بحقه سبحانه وتعالى، ثم بحق الوالدين، ثم بحق ذوي القربى، إلى ما ذكر آخر ما ذكر في آيات سورة الإسراء. وفي الحديث الشيخ، هل يكفي طلب العلم من الكتب دون الرجوع إلى العلماء؟ أشرنا إلى هذا وقلنا هذا لا يكفي، هذا خطأ. أن يقتصر المبتدي على الكتب ويأخذ العلم بزعمه، إلا هو ما أخذ علم، لكن بزعمه أنه أخذ علم من الكتب، هذا لا يكفي وهو خطر عليه وعلى غيره. لا بد من تلقي العلم عن العلماء والتدرج فيه شيئا فشيئا،
فإذا بلغ منزلة من العلم والفقه وتأصل عنده رسوم بالعلم والفقه فلا بأس أن يقرأ في الكتب ويتزود منها ويستقل بالقراءة والاطلاع هذا بعد ما يتأهل على يد أهل العلم. يقول السائل بما تنصح المبتدئ في طلب العلم؟ كما ذكرنا ننصح المبتدئ في طلب العلم أولا أن يخلص نيته لله عز وجل وثانيا أن يتجه إلى أخذ العلم عن العلماء عن المدرسين سواء في المدارس أو في مجالس العلم أن وجدها فيحرص. ولهذا كان السلف الصالح يطلبون العلم على العلماء ويرحلون من البلاد إلى البلاد البعيدة ويتعرضون للأخطار والأسفار ليتلقوا العلم عن العلماء. فلو كان يكفي الكتب لجمعوا حولهم من الكتب كمية وقرأوها وهم في بلادهم أو في بيوتهم. لماذا يرحلون من الشام إلى اليمن ومن الحجاز إلى مصر ومن مسافات لا تقطع في ذاك الوقت بالسيارات ولا بالطائرات وإنما تقطع على الأقدام والرواح والأخطار؟ كل ذلك يدلنا على أن العلم رواية عن العلماء وليس مجرد قراءة كتب. نعم. ما هو المخلين ومعتهم بالويل لماذا؟ لأنهم عن صلاتهم ساهون. والسهو عن الصلاة من السهو عن الصلاة أن يضيع الجماعة أو أن يؤخرها عن وقتها فهذا من السهو عن الصلاة أنه ينام ولا يجلس لما يصلون الناس ثم يقوم يصلي وحده هذا من السهو عن الصلاة أو أنه يترك الوقت ويصلي بعد خروج الوقت هذا من السهو عن الصلاة. وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. فمعنى إضاعة الصلاة إضاعة الوقت وإضاعة الجماعة. الله سبحانه فرضها جماعة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل وما العذر؟ قال خوف أو مرض. وجاءه رجل أعمى يشق عليه الذهاب إلى المسجد ويلاقي تعبا بذلك وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته. فقال له صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب. فأوجب عليه إجابة النداء والحضور. وقال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حضر. فوصفهم بالنفاق لتخلفهم عن صلاة العشاء وصلاة الفجر. النهار يصلون مع الناس لأنهم يشافون بالنهار وهم يراؤون الناس ولو تخلفوا بالنهار لا فقدهم الناس فهم يحضرون رياء لئلا يفقدون في النهار يراهم الناس. لكن الليل ظلام ولا ينتبه الناس لهم فيتخلفون في بيوت. توعدهم صلى الله عليه وسلم وقال لقد هممت أن آمر بالصلاة وتقام ثم آمر رجلا يعم الناس ثم أخالف إلى
قوم لا يشهدون الصلاة فهو حرق عليهم بيوتهم بالنار. أهم أن يحرق بيوت الذين يتركون صلاة الجماعة في المسجد أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية لولا ما فيها من النساء والذرية لأحرقتها عليهم. الله جل وعلا يقول في سورة نون والقلم وما يسطرون يقول سبحانه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود يدعون إلى السجود هذا في يوم القيامة إذا رأوا ربهم المؤمنون والمنافقون يرون ربهم يوم القيامة قبل دخول الجنة يرونه في عرصات القيامة يراه المؤمنون ومعهم المنافقون. المؤمنون إذا رأوه سجدوا لله عز وجل. المنافقون يحاولون السجود فلا يستطيعون يتصلب ظهوره. يوم يكشف عن ساق هذا في يوم القيامة ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يعني المنافقين خاشعة أبصارهم تراقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. هذا متى؟ في الدنيا كانوا يدعون إلى السجود إلى صلاة الجماعة بالأذان وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فلا يحضرون فعاقبهم الله يوم القيامة وفضحهم لأنهم إذا سجد أهل الإيمان يتعذر عليهم السجود لأنهم كانوا في الدنيا لا يجيبون المؤذن ويحضرون للصلاة. فهذه أدلة ومثلها كثير تدل على وجود صلاة الجماعة. فإذا صلى الإنسان في بيته من غير عذر فإنه تارك لواجب عظيم صلاته تصح منفردا ولكنه ترك واجبا يعاقب عليه ويجب تعزيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت المتخلفين وهذا تعزير فيجب تعزير المتخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر. نعم. يقول فضيلة الشيخ ما هي صفات العالم الذي يطلب العلم على يديه وهل يصح أخذ العلم عن مبتدع مع الحذر من بدعته؟ العالم الذي يؤخذ العلم عنه هو العالم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه أهل السنة والجماعة. العالم الفقيه ألا هو الذي يؤخذ عنه العلم من جمع بين العلم والتقوى العلم والورع ألا هو الذي يؤخذ عنه العلم. أما المبتدع فهذا يخشى على الإنسان أن يتأثر به والواجب هجر المبتدع والابتعاد عنه لئلا تسري بدعته على غيره. والطالب لا شك أنه يقلد المدرس الطالب يقلد المعلم فإذا تعلم على مبتدع قلده وتلقى عنه البدعة فيجب البعد عن المبتدع والحرص على أخذ العلم عن علماء أهل السنة والجماعة. نعم. هذا سائل مثلا عن حديث الافتراق وهو معنى كلها في النار إلا واحدة. هذا وعيد كلها في النار لأنها فارقت ما فارقت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فصار عليها هذا الوعيد كلها في النار. فمنهم من هو في النار لأنه كافر إذا كانت مفارقته تقتضي الكفر ومنهم من هو في النار لأنه صاحب كبيرة وفاسق إذا كانت مفارقته لا تقتضي الكفر فهذا
متوعد بالنار لكنه ليس بكافر، وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها، فكلهم في النار على حسب أحوالهم، فمنهم من هو في النار مخلد فيها لأنه كافر، ومنهم من يكون في النار لأنه فاسق يعذب بالنار كأصحاب الكبائر، ثم يخرج منها بإذن الله سبحانه وتعالى ولا يخلد فيها مع الكفار. هذا وعيد شديد يدل على الحذر من الافتراق والاختلاف، والحث على الاجتماع والائتلاف على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول هذا السائل: هناك بعض الأحاديث الضعيفة في كتاب التوحيد ونحن ندرسها. هداكم الله، كتاب التوحيد مختار ومنتقى، وهو من تأليف عالم جليل وداعية كبير من دعاة الإسلام، وهو لا يذكر الحديث الضعيف. أولا الأحاديث الضعيفة قليلة فيه، وثانيا لا يذكر حديثا ضعيفا إلا وله شواهد تشهد له، أو يذكره تحت آية قبله الترجمة أو في صدر الباب، لأنه يدخل تحت معناها وما دلت عليه، فلا يذكر حديثا ضعيفا يستقل عن الأدلة الصحيحة، وإنما يذكر حديثا ضعيفا إما أن له شواهد وله متابعة يترقى إلى درجة الحسن، أو أنه يدخل تحت معنى آية أو حديث صحيح. المعنى الذي دل عليه هذا الحديث الضعيف دلت عليه الآية، أو دل عليه حديث صحيح يعتضد به. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم من يقول؟ ثم أيضا إن الشيخ لا يذكر حديثا مجمعا على ضعفه، لا يذكر حديثا مجمعا على ضعفه، لا يذكر حديثا إلا وفيه من حسن أو فيه من صح. نعم. قول السائل: ما حكم من يقول إن المعتزلة من أهل السنة، وهل يعتد بخلافهم بالمسائل الفقهية؟ معتزلة ليسوا من أهل السنة، معتزلة معتزلة على السنة، اعتزلوا أهل السنة وسموا بالمعتزلة، وكيف يكونون من أهل السنة وهم لا يؤمنون بأسماء الله على المطلوب، ولا يؤمنون بصفات الله ويحرفونها ويؤولونها، ولا يؤمنون بالقضاء والقدر، ويقولون إن القرآن مخلوق، كيف يكونون من أهل السنة مع هذه القوام المهلكة؟ أليسوا من أهل السنة؟ ليسوا من أهل السنة. وكما ذكرنا أخذ الفقه عنهم فيه من علماء أهل السنة، ولله الحمد من يكتفى به ويؤخذ العلم عنه، ولا يؤخذ العلم عن المعتزلة. فيه من أهل السنة من الفقهاء والعلماء من يؤخذ العلم عنهم، ولم يخرجنا الله إلى المعتزلة. نعم. يقول السائل: هناك رجل يجيد طلب الشفاعة والاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولما عرض عليه فتاوى بعض أهل العلم رفض القراءة، رفض قراءة المعتزلة. نسأل الله له الهداية والرجوع إلى الصواب. النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يطلب منه شيء، لا يطلب منه الاستغفار، ولا يطلب منه الدعاء، ولا يطلب منه الشفاعة وهو ميت، لأن الصحابة وهم أعلم الناس بدين الله ما كانوا يأتون إلى القبر ويطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم، أو يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، أو يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم، ولا كان التابعون يعملون ذلك، ولا القرون المفضلة ما كانوا يأتون عند القبر،
إلا للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قدموا من سفر، كانوا يأتون إليه أو يأتي بعضهم ويقف ويسلم عليه ولا يطلب منه شيئا، وإنما يسلم عليه ويصلي ويسلم عليه وينصرف. هذا هدي السلف. ولهذا لما أجدبوا في عهد عمر رضي الله عنه واحتاجوا إلى الدعاء واحتاجوا إلى دعاء الصالحين للاستسقاء، طلب عمر رضي الله عنه من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالسقيا، وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نستسقي بنبيك صلى الله عليه وسلم، يعني بدعائه، فتسقينا. اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا، يعني بدعائه صلى الله عليه وسلم، فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قم يا عباس فادعو، فيدعو. فلماذا عدلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى العباس وطلبوا منه الدعاء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق؟ لماذا عدلوا عنه؟ إلا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ميت، ولا يجوز طلب الدعاء من الميت ولو كان أفضل الخلق. وعدلوا إلى العباس لأنه حي وحاضر، هذا فقه الصحابة رضي الله عنه، وهم الذين أمرنا بالاقتداء بهم. قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فطلب الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب الاستغفار وطلب الشفاعة لا يجوز. نعم. يقول السائل: قال صلى الله عليه وسلم: من طرح لا يجوز، يعني بعد موته. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هل يحبط جميع عمله ذلك اليوم؟ الحديث هذا ظاهر، ومعنى فاتته صلاة العصر يعني فاته وقته، فاته وقت صلاة العصر، يعني تعمد إخراجها عن وقته. وإذا تعمد إخراجها عن وقتها فإن هذا يدل بظاهره على ردة الإنسان. إذا تعمد الإنسان إخراج الصلاة عن وقتها فظاهر الحديث يقتضي ردته، قوله صلى الله عليه وسلم: قد حبط عمله. وبهذا قال بعض العلماء أن الإنسان إذا تعمد إخراج صلاة واحدة عن وقتها غير عذر أنه يكون هذا ردة عن دين الإسلام. والجمهور على أن هذا أمر محرم شديد التحريم، وهذا من باب الوعيد، وعليه أن يحافظ على الصلاة في وقتها ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أقول: فضيلة الشيخ، لماذا تردون على من يزعم ويقول إن منهج ووسائل الدعوة وأساليبها اجتهادية؟ شوفوا يا أخوان، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أمر واجب على هذه الأمة. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال سبحانه لنبيه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. دعوة إلى الله مطلوبة، وهي من أفضل الأعمال،
والدعوة لها منهج، لها منهج ولها الدعوة لها منهج وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالدعوة منهج الدعوة يوقد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها أساليب، لها أساليب تختلف باختلاف المدعوين. فالعامي يدعى بأسلوب، والمتعلم يدعى بأسلوب المتعلمين، والملوك والرؤساء يدعون بأسلوب الرؤساء والملوك، فقولا له قولا لينا لفرعون لعله يتذكر ويخشى. الدعوة لها أساليب بحسب المدعوين، كل تخاطبه فيما يليق به، لأن هذا أدعى إلى قبول. ولا تخاطب العوام بخطاب العلماء، ولا تخاطب العلماء بخطاب العوام، ولا تخاطب الرؤساء بخطاب العامة، بل تخاطب كلا بما يليق به وبمقامه لأجل أن يتقبل. فلها أساليب، والدعوة لها وسائل. الوسائل كل ما أباح الله من استعمالها الدعوة، مثل الإذاعة، الوسيلة من وسائل الدعوة نستغلها، مثل الصحف والجرائد والمجلات، هذه وسائل للدعوة نكتب فيها وندعو إلى الله عز وجل من طريق الصحف والمجلات، أنها وسائل. مكبر الصوت، هذا مكبر الصوت هذا من وسائل الدعوة نستغله دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يبلغ، يبلغ أكثر مما يبلغ الصوت المجرد. هذه وسائل للدعوة من الله بها علينا، فنحن نستعين بها على تبليغ الدعوة. ولها مجالات، الدعوة لها مجالات، لأنك تدعو الناس في المساجد، تدعو الناس في تجمعاتهم بالمناسبات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى تجمعات الناس. هذه مجالات للدعوة، تدعو الناس في الأسواق في محل البيع والشراء، ترشدهم وتدعوهم إلى الله. هذه مجالات واسعة للدعوة تستغلها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما المنهج فإنه توقيت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير. فأعظم مناهج الدعوة أن تكون على علم، أن يكون الداعية متعلما عارفا بما يدعو إليه على بصيرة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذا من مناهج الدعوة، تدرج فيها من مناهج الدعوة أن تبدأ بالأهم الأهم، وتبدأ بالتوحيد، ثم بأركان الإسلام، ثم بما بعدها. لها أيضا، لها نظام، الدعوة لها نظام في الإسلام. هذا النظام يتكون من منهج، ويتكون من أساليب، ويتكون من وسائل، ويتكون من مجالات. فعلى المسلم والداعية أن يتفقه في هذه الأمور. يقول فضيلة الشيخ، كثر الكلام حول ما يتم بعد وفاة الرجل من إقامة بمكان العزاء وما يترتب عليه من مناسبات الطعام ونحو ذلك، نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. تعزية المصاب للميت مشروعة مواساة له،
شواشاة له وتخفيفا عنه من أعباء مصيبته، هذا مشروع. ولكن ما يترتب ما رتب الناس ما رتبه الناس على هذا العزاء من تكاليف وآثار وأغلال، هذا من عمل الناس ما هو من المشروع. التعزية مشروعة هي أيسر من هذه الأمور، تعزيه إذا لقيته في المسجد، لا تعزيه في المقبرة إذا شاركت في دفن الميت، تعزي قريبه، تعزيه إذا لقيته في الشارع أو لقيته في المسجد أو لقيته في متجره أو في إدارته أو محل عمله الوظيفي، بدون ارتباط بوقت وارتباط بزمان وذبح ذبائح وصناعة أطعمة وإلى آخره. هذا مما أحدثه الناس وتوسعوا فيه، وفيه تكاليف باهظة على الناس، وفيه إضاعة للأوقات، وفيه تكليف للناس للسفر وقطع المسافات. ما حاجة إلى تسافر، عندك التلفون الآن كأنك جالس من جنبه، خذ التلفون واتصل عليه وادع له ولميته، أحسن الله عزاك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، وأنت في مكان تلفون اكتب له كتاب برقية على الفاكس. الأمور سهلة جدا، ما يحتاج إلى هذه الأمور التي كلفت الناس. وإذا كان يستطيعها بعض الأغنياء فإن كثيرا من الفقراء لا يستطيعون هذه الأمور لكن يتحملونها. وقد تكون هذه الأمور تقام من تركة الميت وله ورثة لا يسمحون، أو له قصار الأولاد أو من يوكل مالهم وميراثهم بغير وجه شرعي، فيجب ترك هذه الأمور وهذه الترتيبات وهذه العادات التي أجراها الناس واتخذوها إنه من الواجبات ومن العزاء، ومن تركها فإنه مقصر وأنه ليس الأمر كذلك. نعم. يقول السائل: ما هي الفوائد المستنبطة من هذه الآية الكريمة؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهل يفهم منها أن طالب العلم لا يتكلم في النوازل، إنما يترك الكلام للعلماء جزاكم الله خيرا؟ هذه الآية تدل على أن الأمور العامة التي تهم الناس وهي من أمور السياسة ومن الأمور العامة التي تحتاج إليها الأمة، هذه من خصائص البحث فيها والنظر فيها، من خصائص أهل العلم وأهل ولاة الأمر، أهل النظر من أهل العلم وولاة الأمر الذين يعالجون هذه المشاكل ويخرجون منها بحلول تنفع الأمة وتدفع عنهم الضرر. أما عامة الناس أو ما هم من شأنهم أنهم يدخلون فيها ولا أن يتجادلوا فيها، لأنه لا يترتب على دخولهم فيها وجدالهم فيها حل للمشكل، ما يترتب عليه حل للمشكل، إنما الذي يحلون المشاكل عند استعصائها هم ولاة الأمور والعلماء. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. هذا ما تجيبه الآن، أن الأمور الهامة والعامة هذه ليس من حق كل أحد أن يتكلم فيه، وإنما هي من شأن أهل الحل والعاقب الذين يتولون شؤون الأمة ويديرونها حسب
الشرع وحسب المصلحة للناس، لأن الله أعطاهم من الرأي وأعطاهم من العلم ما لم يعطه لعوام الناس وأفراد الناس. يعني يقول يا فضيلة الشيخ، إذا طلق رجل زوجته وأراد أن يراجعها يطلبون منه مالا أو ذهب أو غيره، هل هذا جائز؟ والله مسألة الطلاق والمراجعة هذه ما هي عندنا، هذه عند المحاكم يراجعون القاضي فيها. أنا لا أدخل في أمور الطلاق والأنكحة والأمور التي فيها نزاع وفيها أطراف، لأنه لا نعرف يعني حجة الخصمين فيها، ولسنا من أهل القضاء، وهم من شؤوننا هذا، هذا من شؤون القضاة، الله يعينه. نعم. يقول فضيلة الشيخ، امرأة تقول أخذت عمرة وحجة لنفسي وأريد أن آخذ عمرة لوالدتي المتوفاة، فماذا يلزمني عند الإحرام وعند أداء العمرة؟ نعم. لا. يقول امرأة تقول أخذت عمرة وحجة لنفسي وأريد أن آخذ عمرة لوالدتي المتوفاة، فماذا يلزمني عند الإحرام وعند أداء العمرة؟ الحمد لله، كما أديت العمرة عن نفسك وأديت الحج عن نفسك، أديهما عن أمك، فحجك عن الغير مثل حجك لنفسك، إلا أن النية بدل أن تكون لك تكون للمنوب عنه، تنوينه عند الإحرام أنك تحرمين بالعمرة عن أمك أو تحرمين بالحج عن أمك، فتنوين النسك لأمك، هذا هو الفرق. وأما بقية أعمال الحج وأعمال العمرة فهي سواء، سواء كانت للشخص أو لغيره. نعم. هذا سؤال آخر، يقول الشيخ لعلها تريد إلا إذا سافرت العمرة لنفسها والحج عن نفسها وأرادت أن تأخذ عمرة بعد الحج لأمها، لا بأس بذلك، إذا فرغت من الحج تخرج إلى الحل وتحرم من الحل بالعمرة، وكونها تؤخرها وتأتي بها لسفر آخر أفضل من كونها تخرج بها إلى الحل، لكن لو فعلت هذا فهو جائز، ولكن العمرة التي يسافر لها والحج الذي يسافر له أفضل. يعني يقول فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا صام شخص صيام تطوع ثم أبطل صيامه بأي نوع من أنواع المقبلات كالأكل والشرب والجماع، فما الحكم في ذلك وهل تجب عليه الكفارة أم لا؟ إن كان هذا الصيام صياما واجبا وصوم رمضان أداء أو قضاء أو صوم كفارة من الكفارات وأفسده، لا، إن كان هذا صيام رمضان خاص، إذا كان صيام رمضان خاص وأفسده بالجماع فعليه الكفارة، عليه ثلاثة أمور: التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه قضاء اليوم الذي أفسده، وعليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، هذا بالجماع في صيام رمضان. وأما إذا صام غير رمضان فهذا إذا جامع به أفسده، وعليه أن يصوم بدله، عليه التوبة إلى الله وأن يصوم بدله. نعم. وليس عليه كفارة، كفارة إنما تجب الجماع في نهار رمضان، الجماع في نهار رمضان لمن يلزمه الصوم. هذا السائل يقول، ما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين كما قال الله سبحانه وتعالى:
يمسككم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه كفارة اليمين، وهي تجمع بين التخيير والترطيب، تخيير بين الإطعام والكسوة والعطر، والترتيب لمن لم يقدر على شيء من هذه الأمور الثلاثة الصيام 3 أيام. نعم. يقول السائل: وفي والدي منذ ما يزيد عن 10 سنوات وخلف تركة وحقوقا وهي إلى الآن لم تزكى، وذلك لأنها لم توزع هذه التركة، فما الحكم في ذلك؟ الحكم أن كل وارث يزكي نصيبه، كل وارث يجب عليه أن يزكي نصيبه إذا بلغ نصابه. من موت المورث تدخل هذه الأموال في ملك الورثة، فكل يزكي نصيبه منها عما مضى من السنوات، يحسبه ويزكيه. نعم. يقول: يوجد لدينا امرأة عمرها فوق 50 عام قامت بتأدية الحج 2 مرات، وفي كل مرة تحج توكل من يقوم برمي الجمرات عنها، مع العلم أنها تستطيع الرمي ولكن خوفا من الزحام. صارت ما تستطيع، فصارت تخاف من الزحام، معنى أنها لا تستطيع. التوكيل صحيح إن شاء الله، ليس عليها شيء. نعم. قول السائل: إن والدي جاءته جلطة في المخ، وإذا كبر تكبيرة الإحرام فإنه لا يستطيع أن يؤدي بقية أركان الصلاة، فهل يجب عليه أن يؤدي الصلاة أم لا؟ يجب عليه أن يصلي بحسب استطاعته، قوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فيصلي حسب استطاعتي. نعم. هذا سؤال أخير. يقول فضيلة الشيخ: نرى منكم أن توجهوا طلاب العلم في هذه المنطقة بالأخذ على الشيخين الفاضلين أحمد النجمي وزيد المدخلي والحضور إلى دروسهم التي تعقد في كل يوم بعد صلاة المغرب، جزاكم الله خيرا. هذا ذكرنا، قلنا اليوم يجب أخذ العلم عن العلماء، يجب أخذ العلم عن العلماء، وإذا كان هناك ولله الحمد من جلس من أهل العلم في البلد لطلبة العلم واستقبالهم، هذه نعمة من الله عز وجل، فعلى طلبة العلم والراغبين في الخير أن ينتهزوا هذه الفرصة وأن يقبلوا على دروس العلماء الذين بذلوا وقتهم وبذلوا جهدهم لنشر العلم، وجزاهم الله خيرا. هذه نعمة على هذا البلد، يجب على أهل البلد أن ينتهزوا هذه الفرصة وأن يطلبوا العلم على علمائهم.